احتفال لانولين مع غايت وسارة في القرية العالمية. شاهدوا المزيد من التفاصيل. صراحات الجميلتين نانولين محمد هنن رايحين للقرية العالمية ليساندوا أصدقائهم غايت مروان وسارة وراه، لأنه هنن عندهم إيفنت كتير مهم اليوم. وكمان صرح اليوتيوبر غايت مروان إنه ممكن راح يحتفل اليوم بعيد زواجه في القرية العالمية. أترككم على ستورية رأيكم يخصص هذا الخبر. لين خلصنا أكل، لون وجهتنا الثانية. 1 2 3 قرية العالمية. صرحنا القرية العالمية مثل بتعرفوا في عرض تقديمي على المسرح لأصدقائنا، فلازم نروح ندعمهم. فأنا شو بعمل؟ بشغل السيارة وبمشي عليهم. دعم حمسك على اوكي. 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 اوك